بليدي هي الجزاير وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صامر ولفك كيف سواها وفرقت انا قدرتي عنه. ضيفنا هو من مواليد احدى ضواحي مدينة تلمسان بلد المليون شهيد ونال شهادة الدكتوراه من جامعة دمشق. بيسعدني يكون معنا أحد أهم الأقلام الروائية في الوطن العربي الأستاذ واسين الأعرج. أهلا وسهلا فيك بلدك الثاني الأردن. الله يسلمك. الله يخليك. شو بتعني لك الأردن وزياراتك متكررة للأردن؟ شو الرابط العجيب؟ شوف أولا الرابط الوجداني الأساسي وهو هذا الرابط العربي لأن كثير أعتز به، ثم أن الأردن بلد خير وبلد تاريخ وبلد أيضا تطور وتنور خصوصا في السنوات الأخيرة في كل المجالات الإنسانية والأدبية والعلمية أيضا. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. تسلم. لو بدنا نحكي للناس يعني بالتفاصيل اللي ما بتعرفها كثير الناس، من هو واسين الأعرج؟ سيدي ببساطة يعني أنا إنسان ولدت في هذه القرية اللي اسمها سيدي بوجان وهي من ضاحية ولاية تلمسان، وتلمسان طبعا هي مدينة أندلسية معروفة في المغرب العربي وهي حاضنة أيضا ثقافية وتاريخية وموسيقية تحديدا لأنه بها مدرسة موسيقية أندلسية كتير كبيرة وكتير مهمة، وإلى الآن هي مدينة أيضا محافظة على التقاليد الأندلسية. وأنا أيضا جدي من أصول أندلسية من الذين غادروا الأندلس في 1609 يعني هاي الترحيل الأخير للموريسكيين أو مسلمي الأندلس. كبرت جزئيا في هذه القرية حتى 10 سنوات ثم انتقلت بعد ذلك إلى تلمسان التي هي المدينة العلمية، تحصلت على البكالوريا هناك ثم سافرت إلى وهران والتي هي مدينة طبعا جزائرية ولكن فيها نفس إسباني لأن كانت مستعمرة إسبانيا لمدة قرون. وهران وهران رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة، وهران وهران رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة، قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة، قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجزائر العاصمة مدة قصيرة، ثم انتقلت لجامعة دمشق لمواصلة أول الماجستير الدبلوم دراسات العليا. هي جت في سياق التعريب لأنه تعرف إحنا اللغة الفرنسية هي لغة أساسية وتكاد تكون طاغية في ذلك الوقت في السبعينيات، فكانت تتاح فرصة لمن أراد أن يتكون خارج هذا السياق من خلال المنح التي كانت تعطيها الدولة، فأنا سافرت إلى دمشق برغبة مني يعني لكي أكتشف هذا الجانب العربي فيه يعني الذي كنت أحبه وذهبت نحوه، وحضرت هناك رسالة طبعا دبلوم دراسة العليا ماجستير ودكتوراه، ودكتوراه ثانية حضرتها في فرنسا بالتوازي، ولكن أنا أعتز بدكتوراه الشام لأنه لما رجعت بقيت 10 سنوات طبعا في دمشق وهي مدة كافية مدة طويلة لا وعزيزة علي كثيرا يعني لأنه أنا تزوجت وأنجبت بنتي ريما وابني باسم في دمشق يعني، ولهذا أنا أحمل هذه الذكرى اليوم أحزن كثيرا لما آلت إليه هذه المدينة وهذا البلد العزيز علي جدا. وأقول دائما خسارة لأنه ممكن أن نختلف سياسيا ممكن حتى أن نتصارع، ولكن اندحار الوطن وكسر الوطن وانتفاء الوطن هذا شيء محزن، وبصراحة سوريا ما تستاهل يعني هذا المصير القاسي، ولكن أي حالة العرب في الوقت الحالي هي حالة جد قاسية. وبعدها طبعا رجعت إلى الجزائر ودرست في الجامعة الجزائرية، عندما احتدم الوضع يعني في الصراع مع التطرف الديني أنا لم أتحمل هذا الوضع وغادرت الجزائر، وكان كنت مدعوم من طرف المدرسة أو المعهد العالي للأساتذة، بعثوا لي دعوة لمدة كأستاذ زائر، فرحت كأستاذ زائر وبعدين شوي شوي بعدين تم الاستقرار. الآن صار لي 22 سنة في باريس، لكن في الوقت نفسه عندي دائما دروس شهرية في جامعة الجزائر العاصمة أنا لم أقطع معها لأنه
الجزائر العاصمة أيضا هي امتداد الروح والداخل. أكيد، ورغم ذلك يعني طبعا حتى لو في بلاد الغربة إلا أنه تعلقك في اللغة العربية والوجدان العربي ما زال موجود. جدا جدا، لأنه هي تعرف أنه لما تتلقى اللغة، أي لغة ومن بينها اللغة العربية، لما تتلقاها كشكل تقليدي طبيعي هذا لا يثيرك، يعني أنه أنا أوكي أنا في وطن عربي وعربي ولغتي العربية معادي يعني. لكن لما تكون أنت في مجتمع فرانكوفوني فرنسي استعماري وتفرض عليك اللغة الفرنسية، أنا بحب اللغة الفرنسية ولكن أيضا أحب اللغة العربية، فأنا ذهبت نحو اللغة العربية، ذهبت عشقا في هذه اللغة وبحثا عن الأجداد كما تقول الجدة يعني. ولهذا اعتزازي بهذه اللغة رغم كل ما يقال ورغم الأحداث ورغم الصراعات ورغم وضعية العالم العربي، أنا أظل أدين لهذه اللغة بالكثير، ويكفيني أني أكتب بها وأسعد بها الكثير من القراء. Ses bras qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré. مدينة وهران يعني كان فيها خلينا نحكي نقلة أو تنقلات ما بين حياتك العملية. أنت دخلت على عالم الصحافة والمقالات وإلى آخره، ولكن شو اللي حولك على الأدب؟ فأين أنت وجدت نفسك ما بين الصحافة وما بين الأدب؟ أنت قرأت الجمهورية يعني حمجت الجمهورية. شوف أنا في الحقيقة دخلت إلى الجامعة يا سيدي 73، عمري 19 سنة يعني، وهذا سن طبيعي يعني. في 20 سنة كانت الجريدة تصدر باللغة الفرنسية، جريدة الجمهورية، وهي جريدة جهوية ولكن وطنية أيضا لأنها كانت مقروءة بشكل كبير كبير يعني، وجريدة شجاعة. فجأة عربوها في إطار حملة التعريف، أدخلوا عليها اللغة العربية وبدأوا يعربون كل مرة صفحة. لما لحقت الصفحة الثقافية كان عندهم مشكل، لأنه كل الصحفيين مفرنسين، لازم حدا يترجم لهم يعني. فأنا دخلت، كان في مسابقة صغيرة وشاركت في المسابقة، ودخلت بحكم أنه ولا بذهني أنه أكون صحفي، بذهني أني أساعد نفسي ماديا يعني، لأنه كان بالقطعة يعني كل قطعة تترجمها عندنا في منحة طلابية صغيرة تكفيني الدراسة، ولكن أيضا في حاجة لهذا الراتب صغير. فكنت أشتغل يعني مع الصحفيين الكبار أسماء كبيرة، وجدت نفسي أنا كنت أقرأ باللغة الفرنسية، وجدت نفسي بجنب إلى جنب أمامهم أنا أترجم لهم، بس حسيت مأساوية رغم أننا انتقلنا من اللغة الفرنسية للغة العربية، بس شعرت كأنه قطعنا لسان هؤلاء، يعني أن لساني لازم أعيره للشخص الآخر حتى يستطيع أن يقرأ أن يكتب. بعدين طبعا أنا من الترجمة أصبحت كاتب في هذه الجريدة، وكنت أستمتع يعني أكتب تقارير مثلا ثقافية، أو أكتب مقالات مثلا حول الشعر حول الأدب، كنت أكتب شعر في ذلك الوقت أو القصة القصيرة أيضا. وكان كثير المدير معجب بيا وبده إياي أبقى داخل الجريدة أعمل يعني. طبعا أنا ما كنت حابب، أنا كان عندي توجه أنه هذا كله عمل ثانوي وأنا عملي الأساسي هو في الجامعة يعني، واجتهادي الأساسي هو داخل الجامعة. فظلت دائما كهواية يعني، وإلى اليوم أنا أكتب في الكثير من الصحف، بينها مثلا القدس العربية يعني الجريدة الكبيرة العربية، ولكن أشتغل كهاوي. صح عندي مادة أسبوعية أحترمها وأحترم الأوقات، لكن الأدب سيطر على الرهان الكبير والأساسي هو الرواية، أنه مستحيل أرى نفسي خارج الرواية، على الرغم من أني أستاذ جامعي ودرس في جامعة السوربون، الناس يحلمون أنهم يدرسون فيها أو يدرسون فيها، ولكن أنا أحترم طبعا هذه الجامعة وأحترم طلابي وأعطي كل ما أملك يعني في درسي الأكاديمي، لكن كل وقتي مخصص للكتابة الرواية. عام 74 وتحديدا مع جغرافية الأجساد المحروقة هي كانت بداية رواياتك، شو بتعني لك؟ شوف أنا كنت أكتب القصة القصيرة طبعا، وطلعت 4 مجاميع قصصية زمنيا بشكل متفاوت زمنيا، وكانت وقع شو اسمها جغرافية الأسد المحروقة
هي الرواية الأولى، أنا أسميها رواية لكنها في الحقيقة قصة طويلة، لأنه ولكن أخرجتني من دائرة القصة القصيرة إلى عالم أوسع، فبدأت أشعر كأنه، وكان أستاذي عبد اللطيف الراوي الله يرحمه أستاذ عراقي كان يقول لي وسيم أنت قصصك كويسة بس نفسك طويل، يعني مش نفس قصة قصيرة يعني، وأنا كنت أزعل يعني ما أقبل الملاحظة، بس لما كتبت هذا النص وهو علق عليه في المجلة، يعني لأنه صدر في مجلة أمان وهي مجلة موجهة للشباب، كتب تعليقا كثير جميل دراسة حتى مش تعليق، وقال بأنه اليوم يولد روائي كبير صغير يعني عمر شو 23 سنة 24 سنة أقصى تقريبا، وقع الكلمة ما كنت لسه أعرف، بس أدهشني بكلامه، بعدين لأنه كان أستاذي أيضا أخذني بالأحضان وقال لي وسيمي باستثناء بعض الأشياء لازم تتخلص منها أنت ستكون روائي كبير، والمقالة منشورة، وأنا لما أعدت نشر هذه الرواية نشرت مقالة الدكتور عبد اللطيف الراوي كوثيقة إنسانية بالنسبة للتاريخ طبعاً، يعني الآن أنا مسافة بيني وبينها يعني 40 سنة ربما يعني، لكنها مهمة مهمة جداً، ولهذا أنا تعليني هذا النص يعني لي هي لحظة البداية. ما بين أعمالك جميعها أيهما الأقرب لقلب وسيم الأعرج؟ شوف هو صعب ولكن أستطيع أن أقول بأنه في بعض الأوقات كانت حاسمة في حياتي وأوقات قاسية أيضا جدا، مثلا سيدة المقام، أنا هذا النص بحبه لأنه أولا مربوط بأجمل شيء أحبه هو رقص البالي يعني أو موسيقى البالي، مربوطة به مربوطة بهذا المناخ بهذا العالم في عز الصراعات مع التطرف الديني، أنا كتبت هذه الرواية، حتى بعضهم قال أنه كيف وسيم يكتب رواية في عز رواية رقص وبالي وكذا في عز السيرة، المفروض أنه يواجه هذا التطرف، ونسوا بأن خرجت عن السرب، ونسوا بأن هذه الرواية تناصر الحياة أيضا، لأنه ما يريد التطرف أن يمنع منه، أنا ضربته بالقوة الفنية والأدب، هو يكره الفن وهو يشابه في ذلك مقولة هذا وزير الإعلام الألماني جوبلز، عندما كان يقول كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي، بالضبط لما تجيب حالة ثقافية حالة رقص وامرأة ومعاندة وتريد أن تؤدي البالي إلى آخره في عز الضغوطات المتطرفة الدينية إلى آخره، هذا هو الانتصال للحياة والانتصال للفن. يعني لو بدنا نحكي لمن يقرأ وسيم الأعرج؟ أنا أقرأ الكثير، أقرأ أول ما يكتب عربيا، أقرأ النصوص أيضا، خلينا نقول النصوص التي لها نوع من التمايز يعني الأدبي، وعندي حاسة قراءة بسرعة أكتشف النص الذي لا يستحق الجهد الكبير، يعني أكتفي بقراءته جزئين وأتوقف، لكن في كثير نصوص عربية كثير مهمة أقرأ لي أيضا الأدب العالمية، أقرأها كثيرا كثيرا يعني مثل الأدب الياباني، أقرأ أيضا الأدب الأمريكي اللاتيني، أقرأ الأدب الفرنسي وهو كثير مهم يعني. في أسماء معينة ما أحب أسميه ولا ممكن أسمي لك كثير يعني، بس يعني تقريبا كل التجربة الأمريكية اللاتينية كثير مهمة، من جابرييل غارسيا ماركيز، من أليخو كاربانتي، من فارغاسيوسا، أو مثلا الأدب الياباني موراكامي وغيره، الأدب العربي عندك إلياس خوري، نبي سليمان، شو اسمه الرواية الأخيرة التي قرأتها أيضا لصديقنا ربع المدهون التي فازت بالبوكر، في أسماء كثيرة بصراحة أنا أقرأها وأستمتع بها يعني. حضرتك هل بتشوف أنه من المهم على الكاتب
انه يكون قريب من القارئ او قريب من الجمهور، يعني يضل في لقاءات متكرره، او انه خلص مجرد يعني في كثير ناس تكتفي انها تكتب الكتاب وتصدره؟ لا, لا 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 لا، شوف، القراءه والكتاب متلازمان. ان تكتب كتابا معناته ان يصل هذا الكتاب الى القارئ، ان تتحرك ايضا مع كتابك. انا موجود يعني بدعوه من 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 شمال مثلا للحديث حول كتابي، يعني من خلال الناقده الدكتوره رزان، ولكن ايضا من خلال هذه المؤسسه العريقه، يعني لان هذا كثير مهم، انك تلتقي مع قارئك، ان يسمع قارئك، ان يثير انشغالاته المختلفه، ان يعطي رايه ايضا فيما قراه الى اخره. لا، الجانب التفاعلي كثير مهم في العمليه القرائيه. تمام. انا قبل ما انهي بدي احكي لك شغله. ب 2011 اثناء ما كنت لازلت على مقاعد الدراسه، وخلال مشروع التخرج تبعي طلب مني اعمل مجله يعني منوعه، وكانت يعني لاجل الصدفه، وهنا نحن نلتقي بعد يعني 6 سنوات، كانت المفكره الادبيه عن حضرتك. هو سليم سليم سليم، كلها يعني جميعها كانت يعني عملت بحث عن حضرتك، يعني بداياتك واعمالك والى اخره، فهي شاءت الصدف والظروف. انا كثير سعيد، اولا كثير سعيد انك اخترت اعمالي، هذا من حظي يعني، وسعيد جدا انك تعرفت ايضا على هذا العالم. أكيد. الروائي. أكيد. واليوم نتعرف مع بعض شخصيا يعني. على هدره كويس. بالنهاية شو بتحب تحكي لجمهورك الاردني؟ والله شوف، انا كثير سعيد بهذا الجمهور الجميل. انا شوف، هي 3-4 مرات الاخيره جئت مره وقدمت مملكه الفراشه، وكان جمهورا مدهشا بصراحه يعني، وقدمت ايضا ذاكرة الماء في مصر عمون، وكان الجمهور مدهشا والقاعة ممتلئة. قدمت أيضا رواية سيرة المنتهى في جامعة البتراء مع الدكتورة رزان، وكان جمهور الطلبة والأساتذة مليان المدرج، يعني في سعادة كبيرة. وهي المرة أيضا جيت بدعوة من مؤسسة شومان، والبارح كان خليني أقول لك واحدة من أجمل جلسات العمر يعني بصراحة. أولا جمهور، القراء، تفاعل، ليس فقط العدد، أيضا القيمة من خلال الأسئلة التي طرحها الجمهور. وبعدين نحن ككتاب يعني شو هي رهانتنا الكبيرة سوى هذه زرع هذه المحبة في الناس، والتقاسم مع قارئك همومك، وأيضا القارئ يشعر بأنه عنده سند ما في حياته الثقافية من خلال هذا الكتاب الذي تنتجه أنت وتقدمه لقارئك. مرة ثانية أنا بتشكرك على وقتك، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا، وأنا شكرا لك، وهذا بلدك الثاني برضو. تسلم حبيبي. شكرا. 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 هي الجزائر وعليها وراي حواير، هو بغيت أرولك صاير، هو لفك كيف سهل شكرا على المشاهدة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير لحتى تشوفوا كل جديد.